مرحبا برنامج كل سوشيال ستار. ضيفتي اليوم شهرة كانت كتقلب عليها المشاركة ديالها برنامج لالا العروسة، فتحت لها أبواب الشهرة باش تولي واحدة من أشهر اليوتيوبرز في المغرب. نجمة اليوم عندها أكثر من 2,400,000 متابع على مواقع التواصل. يلا معايا استقبلوا روعة بيوتي. معايا في برنامج سوشيال ستار. اول حاجه غنبداو بها الحلقه ديالنا هي اننا غنقولوا لك مبروك الحظ ديالك على الرتبه الثانيه في المسابقه العالميه سوشيال جلوبال اووردز. لان هضرينا على التجربه هذه. بصراحه كنت اول مره وصلني واحد الميل في لابوت ميل ديالي، بغيت وصلني ميساج بانه كونكوا زعما الناس اللي تيبغوني بحال لا سوجيراوني انه نكون نوميني في هاد لا كومبيتيسيون هادي. فقالوا لي واش تقبلي لا نوميناسيون ديالكم؟ قلت وي بيان سور. صراحه كنت متخوفه ولكن قلت لك زعما على الله ما نكذبش عليك. عاد صيفطتها سير بلاصه لراجلي ولا لدارنا، قلت لهم اش بان لكم زعما جاكسبت ولا لا؟ قالوا لي فازي زعما شي حاجه زوينه. فصافي دوزتها وداك الشيء. دونك دزنا المرحله ديال التصويت باش ندوز لنصف النهائيات. فوالا دوزت نص النهائيات اللي حاجه ما كنتش نهائيا متوقعاها. ولكن وصفي لنا اكثر على الشعور ديالك وانت وصلتي لنصف النهائيات وباقي لك واحد الخطوه على النهايه. عرفتي باقي نعقل هذاك النهار هذاك بالضبط كانت طرات لي واحد الحادثه. تعرضت المهم لواحد السرقه اللي ما عمري ما دويت عليها. فهذاك النهار التليفون كنت معصبه. حسب ليك وصلني ميل وتقول لي بانه راه دزتي ما بين العشرة الاخرين اللي غادي يكونوا في الفينال. نقسم بلاصتي بقيت نغوت وفرحانه فرحانه فرحانه وتخلطوا عليا الدموع مع الفرحه مع بزاف ديال الحوايج. حتى لما كنت معصبه كنت قلبت الايه عندي في الليل. وشنو الطريقه بعدا اللي تعرضتي لها؟ فراس كدا اول مره غادي نقولها والله. كان واحد الشفار ضرب لي الكوفر ديالي اون بلان بوبليك في شارع كبير. انت ما كنتيش فوقيت زوينه مع 3:30 ديال العشيه. فهذاك الحمد لله ملي جاتك هذه الفرحه نساتك ديك الشفاه. فوالا هذيك اللي بردات عليا. ومشينا لبراغ ودوزنا واحد 3 ايام من احسن 3 ايام ديالنا. سورتو النهار اللي غادي يعلنوا فيه على جوج اللي خداو زعما النسبه الكبيره ديال الفوت. وبيان سور انا كنضل عند راجل كنقول ليه شوف راه ما يمكنش نهائيا انه غادي ما عنديش حتى شويه حتى داك 1% ما كاينش ديال الحظ. باسكو علي من ديالي وحده عندها كونت فيه 12 مليون وعلى اليسار ديالي وحده جالسه عندها 10 مليون. راه كنقول امبوسيبل انه غادي نبان بهذا الشيء. راه ما يمكنش نشوف الكونت ديالي. انت كتشوفي الحظوظ ديالك ضعيفه مقابل هذا. ماشي ضعيفه راه ما كاينش عديمه الحمد لله. عرفتي راه سيت ان شوك عاوتاني دزيام شوك زوين الحمد لله. هو انه قدرت انه نحصل على المرتبه الثانيه عالميا فهذا شرف كبير لي انه ريبريزونتي تمايا المغرب كامل وصحابي كاملين ريبريزونتي. حنا فخورين بك روعه. مبروك مره ثانيه. شكرا بزاف. كنت دابا غادي نسولك واش فايت لك حصلتي على جوائز او تكريمات هنا في المغرب؟ خديت واحد التكريم في الاخر ديال العام 2017. كنت خديت كاحسن يوتيوبرز ديال العام. ويلا يلا يلا وصلني واحد التكريم من عند يوتيوب لان القناه ديالي ديباسات المليون فالحمد لله. فوالا. وهذا العام غنخبي لك عاوتاني شي مفاجات اخرى ديال الجوائز او مسابقات؟ هي الصراحه كانت غتكون ولكن طرا واحد الخلاف ما بينه وما بين الناس اللي منظمين واحد الفيستيفال. كانوا غادي يعطوني نورمالمون واحد التكريم كافضل يوتيوبرز ديال العام. مالوغوزمون داكشي ما بانش ليا هما كيعطيو التكريم كتكريم لان الانسان كيستحق مثلا هذاك التكريم. ما بان ليا بحال كيعطيوه اون كونتر بارتي ديال لي ستوريز بحال غير باغيين يديروا لا بروموسيون ديال الفيستيفال ديالهم. فقالوا حكا انا نعطيو هذه التكريم ونديروها بحال قنطره. من قبل بدات شي واحد 3 ايام غادي نمشي لبخا كنتوصل بواحد لابيل كتعيط لي واحد السيده تقول لي فوالا راه لو ديريكتور قال لك tu dois commencer la promotion ديال الفيستيفال اللي طاري وخصك ديري 3 ستوري بار سيمين. دونك داكشي فهمتي باك. قلت لها سمح لي انا ما متفقاش على هادشي باش غادي نديرو. وزيدون انا الا كانت هذيك لا بيرسون كتشوفني بانه خصها تعطيني هذاك التروفي اون كونتر بارتي تاع لي ستوريز وكتشوفها بانه انا ما كنستحقوش فلا داعي انه ناخذو نهائيا. ما كيستحقش بساتا واطلاقا انه ناخذو. ودو الا كان بغاني ندير انه لا بروموسيون هذيك خدمه بوحديتها باش انه غادي ندير لا بروموسيون لواحد الحاجه هذيك راه خدمتي وانا كنتخلص عليها. فمن واحد واثنين السنتج انا التخلويض.
كان ماشي في لاجونس مي كان في المنظمين ديال الحفله اصلا. بعد انا كنت غير بديله غير باش نقول لك كانت غادي تاخذها وحده وتقالت لهم الاولى انه ما غاديش نكون مساليه فشافوا روعه روعه اصلا يعني من الاول بين الهدف ديالهم ما كانش هما يكرموا شي وحده اللي كتستحق وانما يستافدوا من هذيك اليوتيوبرز اللي غادي تشهر لهم المهاجن ديالهم. اكزاكتومون هذاك هو الهدف اللي كان عندهم. دابا نرجع شويه للور ونهضروا على المشاركه ديالك في برنامج لاله العروسه. ماشي 2015 رجعتي رجعنا للور وكان هذاك واحد الجانب يعني انت ملي تاخذتي القرار انت ومروان انكم تدخلوا لهذه المسابقه سورتو من دوك لي جو بعد ما كيكونوا كيحطوكم في واحد المواقف ماشي زوينين الا بغينا نقول بايخه يعني انت ما خفتيش تقولي على غنمشي غيبداو الناس يضحكوا عليا غيبداو ينتقدوني غيبداو صراحه لا ما كانش عندي زعما هذه الفكره. شوفي ما عرفتش كيفاش غادي ندالك زعما هذا الموضوع هذا من النهار الاول انا وراجي من الوقت اللي زعما انا ديسيدا انه نديرو في لاله العروسه كنضحك فالحمد لله صافي من طحنا في الامر الواقع داك الساعه ما كتبقاش تفكري واش هذه اللعبه حقه غادي تضحك عليك الناس ولا هذه اللعبه واش مزيانه ولا هذا ما كتبقاش تفكري بحال هكا كتولي تفكر انه عندك هدف خصك توصلي فوالا غادي تدخلي باش غادي تربحي انت ما دخلتي لذاك البلاصه الا وعندك من وراها ابارتمون غادي تربحي واحد القيمه واحد القيمه ديال الدار غادي تربحي واحد العرس تربحي مهم دي تخويك اللي غادي يمسيني عليهم في الكونطرا اون فيت. كيقولوا ان الويب فيه الفلوس وي وانت ما خدامه زعما شي خدمه في شركه اللي كتاخذي راتب شهري لا كيفاش كتربح حاليا روعه الحياه ديالها من خلال الويب كتسهر روعه كتحفي عينها في المونتاج نو كيفاش كندير هو شوفي المفهوم ديال كيف ما كنقولوا الويب فيه الفلوس ولكن راه غير هذه القضيه ديال الفلوس راه دائما كل واحد كيفاش كيفهم كيسحب لي غير يدخل غادي يدير فيديو في يوتيوب غادي راه شوفي الا كنتي كتخدمي الفيديوهات ديالك بعقلهم وكتعطيهم بلوس دو طون لا من ناحيه المونتاج لا من ناحيه التصوير لا من ناحيه الكاليتي لا من ناحيه تخدمي المواضيع ديالك ثقيله راه الفلوس ما تتكونش شي حاجه كبيره باش نكون معك واضحه لانه حنا عندنا هنا في اليوتيوب ديال المغرب كيقلب فقط على الفضائح البوزات ما مالوغوزمون داك المحتوى انا ما كيانتريسي ما كيخلينيش مهتم به هو انه فقط غير نجمع الفلوس مي كنبغي نقلب عليهم جوج ندخل فلوس واخا قليله ولكن المحتوى ديالي يكون نقي وهذه اللي حاجه صعيبه في المغرب. كنمشي على شي شحال كيوصلوا الارباح ديالك في اليوتيوب؟ يمكن شي نقول لك نهائيا الارباح ديالي راه بحال صاحبتي نقول لك انايا قولي انت شحال كتدخلي كتدخلي صالاري زعما ماشي سؤال باش انا نعرف ولكن المشاهدين لانه اي سون كوريو اولا تعطينا بحال دابا واحد القيمه مقاربه يعني شحال كتقدر توصل روعه والو نو ما نقدرش حيت هذيك كتبقى شي حاجه اللي زعما خاصه ديالي زعما ماشي سي با لا بين انه نخرج نقولها ها انا مثلا شحال كناخذ اي دو تو زعما يوتيوب ما عندكش واحد المدخول اللي كيكون قار مثلا كل شهر غادي تدخلي هذا القدر راه كيبقى يطلع وكيبقى يهبط على حسب الخدمه ديالك. ونرجع لك الخدمه الثانيه هي اللي الوقت اللي كتجي عندك مثلا اون مارك كتقول لك انا بغيت بلاسمون دو برودوي عندك ولا بغيت مثلا في الكونت ديالك انستغرام تحط لي هذا الارتيكل ولا هذا دونك هذا كيكون فيه مدخول الكولابوراسيون تاهما كيختلفوا الاسماء ديالهم. بما اننا كنهضروا على لي كولابوراسيون بزاف ديال المشاهير ديال الويب كيقولوا انهم كيتعرضوا بعض المرات للنصب واش تعرضتي بعض المرات للنصب على الويب؟ شوفي انا نقدر نقول لك في النصب من ناحيه لي كولابوراسيون طرات لي مره واحده انا كانت شحال هذه كان واحد اللي كيدوي بسميتي مي ماشي باش يدير كولابوراسيون ولا شي حاجه فقط كان كيدوي بسميتي وكان كيعطي شي وصفات المهم غير باش باش يضرني السلام لا باش يضرني ماشي كان كيقول لي رانا غنخرج عليك فهمتي انا غادي ندوي بسميتك ونعطي الناس وصفات غير باش تخرج عليهم. روحه دابا غنهضروا على واحد الجانب اللي كيتعلق باليوتيوبرز عموما وخاصه المتزوجات كيقولوا هذه متزوجه يعني كتدخل فلوس من الويب راجلها عاجبو الحال كتصرف عليه يعني هو كيستافد من هذاك الخدمه اللي كدير يعني كنقول هذا الشيء اللي كيقولوا الناس او اللي كيهبطوا مع هذوك اليوتيوبرز اللي متزوجات. يعني انت شنو تعليقك على هذا الشيء وانت كيفاش كياثروا عليك هذه التعاليق في حياتك الزوجيه؟ سي دو نامبورت كوا. شوف المراه علاش حنا شدينا غير المراه مثلا اللي كتخدم في يوتيوب وعلاش هاد الهضره ما كتقالش على المراه اللي كتخدم في خدمات اخرين من غير يوتيوب؟ علاش ما كيقولوش وهذيك المراه حقك كتقري راها معلمه ولا راه هذيك راها طبيبه حتى هي كتخدم باش كتصرف على راجلها؟ علاش عندنا هذا المفهوم في العقليه ديالنا فريمون خصو يتبدل حيت ما فيها حتى شي عيب نهائيا ان المراه الى خدمات ودخلت فلوس وما نعرف عاونات وشي كيوقف على شي او لا وانا الحمد لله راجي عمر ما طمع لي في ريال واحد دخل عندي نهائيا وبسات اطلاقا هذه احسن حاجه. دابا بما اننا كنهضروا على الحياه الزوجيه غادي نبغيو نعرفوا العلاقه اللي كتربطك انت ومروان الزوج ديالك. مالي خطاك مالي خطاك خمسه لا لا والله ما قلت خمسه نهائيا ما قلت لهم مالي خطاك زعما جابريسي. شوفي لا في ماشي اون روز باش نكونوا واضحين
كيكونوا طراو مشاكل كنضحكوا كنضاربوا انا ومروان شوفي شي حاجه عاديه، مي انا كنقول هذيك هي. ولكن شنو هي الوصفه الملحة السحريه ديال هاو علي كتخلي يعني برغم المشاكل الحياه اللي هذيك اي واحد كيتعرض لهم كتخلي هذاك الانسجام وهذاك الحب ما ينقش بينها وبين الزوج ديالها؟ شي زواج صبر وانا غادي في واحد الخطوه ديال ماشي ولات صافي نقدر نشد ولدي نعطيه لماما نعطيه لحماتي نخرج انا ومروان راس في راس نسافر انا ومروان راس في راس باش كنكاسي هذاك لا روتين كنحيو داك يعني كتخصي واحد الوقت اللي كنتي راجلك بوحدك فوالا دونك ماشي غير ديما 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 داك الكوتيديان ف الا سولناك كي دايره العلاقه ديالك بعجوزتك شنو غتقولي لينا؟ دابا غنقول لك دخلت على البلوش كتسنيني في الكاميرا غادي نقول لكم علاقتي انا ويا راه حنا والله العظيم ويتي على خالتي في لاله العروسه كان خرج واحد لا فيديو اللي فيها هذيك الفيديو هذيك تخدمات باش نكون معك واضحه هذيك لا فيديو فريمون تخدمات من الزاد كيفاش غادي تحط لانه انا كيفاش نقول لك ونعطيك حتى انا كيفاش فكرت في هذاك كيفاش فكرت في هذيك اللحظه هذيك انا كتبان لي اون ماما اللي خوها كان تعرض لواحد الكسر الله يرحمه دابا ويوسع عليه كان مشاو ليه ثلاثه ديال الصباح بسبب واحد الكسر اللي طرا ليه في يدو فايماجين توا انه ام كيبان لها ولدها مهرس دونك كيفاش غادي تفكر ديما غادي تفكر في الاسوء حتى انهم كانوا مخبين علينا في المره الاولى ما قالوهاش لينا غوتات داكشي من حق راه اقل حاجه الله يحسن العون دونك انا بقيت كنشوفها كام اللي دازت عارفه خوها طرات ليه واحد الحاجه وام كيبان لها ولدها حداها مهرس هرسه خايبه وانا شوف انا كنقول هذا دابا كنتحمل مسؤوليتي كامله شتي خالتي سكنت معاها واحد لا بيريود عمرها ما دقات عليه في بيتي وقالت لي روح نودي زيت طيبي عمرها يعني انا وياها واحد العلاقه راه عاوتاني فشي شكل ماش نقول لك ما عمرهم ما كانوا مشاكل ولكن غير كتنقزيهم صافي ما عندك شنو غادي ديري حيت هذيك الحياه واش انا اختي ما تنتخاصمش معاها السؤال الاخير ديالي راه عادي يكون على شنو هما احلامك وطموحاتك على المدى البعيد الاحلام صحتي كامل كيتقالوا احنا خصك تهضري فيهم لنفسك باش ماشي زعما عموما شنو كيفاش كتشوف راسك هاو عاف من هنا لقدام والله شنو كتعرفي شنو مخبي لك مخبي لك القدام مي كنقلب غير على انه الباساج ديال الحياه ما يكونش دايز ان ابيرسو باش ان شاء الله يجي واحد النهار ندير لا مارك ديالي روعه بيوتي شكرا على انك لبيتي دعوه ديالي نتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق وتكوني دائما بارزه في المجال ديالك امين امين شكرا لك وشكرا للاستضافه ديالك شكرا للدعم ديالك كنتي اول وحده دويتي معايا باش داميني دونك ميرسي بوكو 360 على هذا اللقاء صافي في بليزير شكرا لانك كنتي ضيفه ديالي ميرسي بوكو لا يختك ميرسي بوكو